أهلا بكم مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الحالمة، البرنامج الذي ينقل لكم تفاصيل مدينة تعز، حكاياتها وأوضاع سكانها وحياتهم اليومية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المدينة وأهلها، بالإضافة إلى قصص النجاح والآثار الإيجابية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبلت مدينة تعز الأسبوع الماضي رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وعددا من أعضاء وقيادات الدولة في حدث يعد الأبرز منذ سنوات. هذه الزيارة التي تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المدينة بفعل الحرب وأسفرت عن نتائج مختلفة تطرح الكثير من التساؤلات حول واقع ومستقبل الآمال المرتبطة بهذه الزيارة. هكذا استقبلت مدينة تعز الأسبوع الماضي رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي والوفد الرئاسي المرافق له في زيارة تعد الأولى لرئيس البلاد منذ اندلاع الحرب والحصار التي غيرت ملامح تعز وفرضت واقع المعاناة على سكانها الذين لم يترددوا رغم ظروفهم من الاحتفاء بممثلي الشرعية اليمنية ورئيس المجلس الرئاسي والأعضاء المرافقين له وقيادات الدولة. عندنا تكون نظرة أخرى على اليمن ونشتري منه ونطالب منه. أنا معي 6 أيتام، أكيس الطحين ب40,000، القطمة السكر ب15,000، أنا الدبة غاز ب8,000، وأنا مش قادر على 6 جهل وسبيت وهم أيتام، كيف نعمل على الوضع؟ إحنا منتظرين من الرئاسة إنهم يصلحوا اليمن، إنهم يودوا اليمن يأكل، الفقير يقوم يقاوع، مش يصلحوا اليمن يتفرقوا للفقراء، مش لما قعدنا يصلحوا الطريق، لا. لما طبعت عندنا ما مهلوش، يعني كنا عايشين بس احنا بقريه، عدد القريه شحوي، عدد القريه شحوي الارض واستخرج منا قمح، استخرج منا دق، استخرج منا شكل داهلك، فكل من لنا من كل شيء مبيس، ونوقف، نطلب منهم اللقمه ونرجع لهم اللقمه. هذه أول زيارة رئاسية رسمية لتعز منذ سنوات طويلة، ما منحها طابعا استثنائيا وأهمية في مختلف المجالات. يعود العليمي وقد أصبح على رأس هرم الدولة، وفي وقت باتت المدينة تجسد بوضوح تفاصيل المقاومة والثبات في وجه كل المتغيرات والتحديات من أجل الثوابت الوطنية والدفاع عن الجمهورية. يدرك ذلك الجميع، فيا ترى كيف كانت رؤية الرئيس العليمي لمدينته عند الوصول، وهل الآمال التي حملها معه حقيقية وفاعلة لأبنائها؟ تساءل مواطنون. رئيس مجلس القيادة الرئاسي زار عددا من المحافظات المحررة، كان محافظة حضرموت ومحافظة المهرة، وبالتالي فإن القيمة المحورية لمحافظة تعز في معادلة صراع الحكومة اليمنية والشعب اليمني ضد الميليشيات الحوثية أقتضت بأن يزور رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وبعض رجال الدولة هذه المدينة. هناك ملفات كثيرة مطروحة على طاولة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ما زالت تنتظر حلول لها، كملف تحرير بقية المديريات وأيضا ملف فك الحصار، إضافة إلى القضايا الخدمية التي تعاني في الحقيقة مدينة تعز من انعدام تام لهذه الخدمات كخدمة الكهرباء مثلا وخدمة المياه، إضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية. أيام قبل وصول الرئيس العليمي شهدت تعز نشاطاً وعملاً مضاعفاً من قبل السلطة المحلية التي نظمت حملات إصلاحات ونظافة شاملة أعادت فيها تأهيل الشوارع والطرقات في إطار إجراءات الاستقبال. وتساءل مواطنون عن هذه الجهود التي بذلت، هل تمثل مجرد إجراءات بروتوكولية أم أنها تعكس رغبة حقيقية في تحسين أوضاع المدينة ورغبة في دعم الجهود ومواصلة العمل على الإصلاحات؟ زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لمحافظة تعز كشفت كثيرا
مما كان محافظ تعز يريد أن يتستر عليه من حال المحافظة والمدينة بشكل أخص، من ترد للبنية التحتية للطرق والشوارع المتهالكة أو بالنسبة لانعدام الخدمات وتردي أحوال النظافة. قبيل زيارة الرئيس نفذت السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية عدد من الحملات الواسعة والسريعة جدا في ترميم الطرق أو بالأصح ترقيعها إن صح التعبير، وكذلك حملات للنظافة وإصلاح الأرصفة وغيرها من الحملات وحتى التشجير. هذه الحملات للسلطة المحلية وهذه التحركات السريعة أوضحت أو بيّنت للشارع وللرئيس حتى أن مدينة تعز تعيش أحوالا سيئة ولا توجد فيها إدارة حقيقية للسلطة المحلية، والجميع فيها يعمل بشكل هزلي ولا يوجد من يقدم خدمة حقيقية للمواطنين الذين يعيشون انعداما وسط انعدام للخدمات منذ 10 سنوات. خلال زيارته وضع العليمي حجر الأساس لنصب الشهداء التذكاري ودشن رفقة أعضاء المجلس تنفيذ أكثر من 260 مشروعا تنمويا وخدميا بتمويلات حكومية ومحلية قدرت تكلفتها ب6 مليارات ريال يمني وخارجية ومنظمات دولية تجاوزت 23 مليون دولار، تشمل مجالات حيوية كالأمن الغذائي والزراعة والصحة والتعليم. الانطباعات إيجابية بحيث وجهها توجيه مباشر بسرعة اعتماد الترقيات ماليا وإداريا وسرعة إنشاء مدينة سكنية تشمل أسر الشهداء والجرحى المعاقين، وكذلك التعزيز مالي للجرحى والشهداء الغير معززين ماليا. الآن يبقى المتابعة على الأخ محافظ المحافظة وقائد المحور للإنجاز ما تم التوجيه به من قبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي. النصب التذكاري هو رمزية رائعة لأسر الشهداء بشكل عام، شهداء الجيش الوطني، شهداء معركة الجمهورية ضد الإمامة، وأيضا النصب التذكاري يحتاج إلى الإيثاء للشهداء والجرحى باستكمال معركة التحرير ودحر الميليشيات الحوثية ومساواة الجرحى والشهداء بكافة المناطق العسكرية، لأن نكون تحت جيش وطني كما ذكرت لك واحد وسقف مطالب واحد ليتمكن الجرحى وأسر الشهداء من العيش حياة كريمة. وجد الأهالي في هذه الزيارة بصيص أمل لتحسين أوضاع المدينة المتدهورة منذ بدء الحرب والحصار من قبل ميليشيا الحوثي وفرصة لإيصال أصواتهم. كبرت الآمال بالقدرة على تغيير واقع تعز الصعب أو على الأقل تنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع خلال السنوات القليلة القادمة. أبناء تعز ناقصي خدمات، مش زيارات، خدمات كهرباء، ماء، طرقات. ساعة الناس والناس مو يصلحوا لي طرقات، عمه وماشي العليمي والباقي الحارات كلها خربانة. والله مستقبل اشتي لي استبدال كامل، المحافظ غيره 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 كل الفاسدين، وايش تصلح المدينة غير كذا؟ ما فيش فايدة. غادر رئيس المجلس الرئاسي بعد زيارة استمرت يومين، ترك خلالها الكثير من الدلالات السياسية وبصمة في مسيرة مدينة عانت كثيرا من الحرب والحصار، ومع استمرارها في مواجهة التحديات يظل السؤال الأهم: هل ستكون الزيارة نقطة تحول حقيقية تمكن تعز من استعادة عافيتها ودورها الحيوي كمركز وطني واقتصادي وثقافي في اليمن؟ الزمن وحده سيكشف الإجابة والنوايا الحقيقية وراء هذه الجهود. تبقى دقائق فقط قبل أن ينطلقون. يستعد هؤلاء الشباب للذهاب في رحلة استكشافية من وسط مدينة تعز إلى قمة جبل صبر. يقولون إنهم سيخوضون رحلة تبدأ عند 2 ظهرا بهدف الحصول على فرصة لقضاء إجازاتهم وسط مناظر طبيعية خلابة وخوض تجربة مغايرة للتنزه تستمر حتى المساء.
رافقناهم وتابعنا تفاصيل هذه الرحلة التي صاحبها منذ بدايتها أجواء جميلة وزخات المطر التي تتساقط على مناطق مختلفة في مدينة تعز. نستقل للرحلة من اليوم اللي قبل نحن والشباب بسبب أنه الأجواء الأيام حلوة وممطرة وغائمة، فنستقل علشان نطلع ما حوالي ما بعد الظهر عشان نوصل هنا بدري والجو والأجواء حلوة، وأخذنا معنا الأمتعة والشباب والفراشات وكل شيء. ما شاء الله ما شاء الله، من لما تخطينا بعد شوية المدينة يعني حدث بداية صبر، الأجواء كانت مرة جميلة وباردة صراحة. يستحق العناء إنك تطلع 40 دقيقة إلى ربع ساعة نص ساعة، يعني يستاهل بأنه الجو حلو وخضرة. أي واحد بيوصل منطقة حلوة بيتصور، بيجري، بيجلس، بيفرش السفرة، بيقدم الأكل، الكيك، الشاهي، كل شيء. فكان أجمل التفاصيل إنه اللمة والشباب. و جبل صبر الذي يعد من أبرز المعالم الطبيعية والوجهات السياحية في المدينة يقدم لزواره فرصة لاستكشاف جمال وثقافة المنطقة وسكرها ومعالمها الكثيرة والمتنوعة، وهذا ما حرص عليه الشباب في رحلة يقولون إنها أبهرتهم ومنحتهم فرصة للهروب من ضغوط العمل وحياة الحرب ومعاناة الحصار. طبعاً لما خططنا إحنا والشباب خططنا إنه كل واحد يجزع معه حاجة أو شيء من البيت، ويعني شربنا الشاهي، أكلنا الكيك، ضحكنا، تصورنا، مشينا وهكذا. طبعاً هناك تنوع في جبل صبر من حيث الوديان، يعني في مدرجات الخضرة، في أكثر من زراعة في هذا الجبل، ويعني يعتبر فيه أكثر الأشياء هنا، أكثر الخضرة. وأنصح كمان الشباب ومع عائلاتهم أنهم يجوا هنا لأنه في المكان كبير جدا وبإمكانهم أن يجلسوا يعني براحتهم غير زحمة المدينة والناس والضجة داخل المدينة. هكذا تبدو تفاصيل المكان، وبينما تقترب الشمس من الغروب يستمتع كل من فيه هنا في قمة جبل صبر بمناظر مذهلة وتجربة لا تنسى في رحلة كانت فرصة لتجديد الروح واكتشاف جزء من جمال الطبيعة في تعز. أقيمت الأسبوع الماضي في مدينة تعز فعالية إحياء ذكرى رحيل الكاتب والأديب وليد دماج بحضور نخبة من المثقفين والأدباء لتكريم إرث دماج الأدبي تحت عنوان استذكار المنسيين مرتين. وتأتي هذه الفعالية لتعيد إلى الأذهان رحلة كتاب أثروا الساحة الأدبية بمؤلفاتهم وتشجيع التوجه نحو هذا الفعل الثقافي. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. في ذكرى رحيله الثانية أقيم الأسبوع الماضي فعالية أحياء ذكرى الروائي والشاعر اليمني وليد دماج في مدينة تعز. دماج الذي يعتبر من أبرز الأدباء في اليمن كان محور اهتمام هذه الفعالية التي نظمها صالون أرينادا للتنمية الثقافية بالتعاون مع صالون سطور الثقافي في فعالية حملت عنوان دماج استذكار المنسيين مرتين. ومنظمة لهذه الفعالية التي نسعى من خلالها إلى إحياء وتخليد المفكرين والشعراء والأدباء في اليمن. تأتي هذه الفعالية أمام سلسلة من الفعاليات التي نسعى من خلالها إلى تنشيط التواجد الثقافي في مدينة تعز. وليد دماج الروائي والشاعر اليمني ترك إرثا أدبيا يتجسد في 4 أعمال روائية قدم خلالها إضافات هامة للمشهد الأدبي اليمني وأظهرت براعته في السرد وتمكنه من تصوير القضايا المعقدة. وهو الذي كان قد بدأ حياته الأدبية بكتابة الشعر ثم القصة القصيرة، لكنه وجد في الرواية ميدانا أوسع لتعبيراته الأدبية
كما أكد الأدباء والمثقفون هنا الذين واكبوا مسيرته. كان لابد من الوفاء واستذكار أديب لطالما كان وفيا في مشروعه الروائي لفئات ظلت في الهامش، فئات تاريخية أو فئات اجتماعية كما في روايتهم، وأيضا للإنسان اليمني العادي في ظل الحرب. مشروع وليد دماغ الروائي ارتكز على تسليط الضوء على الهامش اليمني والأديب اليمني بشكل عام، هو انعكاس لهذه الحالة الهامشية. ففي الثقافة العربية ما زالت اليمن في مناطق الظل من مراكز الثقافة العربية في المدن الخليجية والقاهرة ومدن الشام والعراق، ما زالت اليمن تقبع في هذا الظل. ونتمنى من هذه الفعالية أن تكون حافزا للمستقبل، مستقبل الأدب اليمني. شفت الشباب نشروا أمس في موقع التواصل، قالي فضول أنه دائما ما أسمع اسم وليد دماغ من خالي الأصغر، فحبتنا نحضر اليوم. عرفت معلومات كثيرة عن هذا الكاتب والروائي الكبير الذي تم إهماله، خصوصا نحن في عصر التفاهة، الناس مش مهتمين للحاجات المهمة، مهتمين للشهرة وللمتابعين وناسين الناس الكبار مكانة وعقلا مثل وليد دماغ رحمة الله طغشاه. هذه الفعالية لا تقتصر على الاحتفاء بنتاج وليد دماج الأدبي فقط، بل تحمل أيضاً رسالة تذكير بأهمية عدم نسيان الشخصيات التي قدمت الكثير للمجتمع الثقافي والأدبي في اليمن، وتأخذ بعين الاعتبار أبعاد إسهاماتها في تعزيز الوعي الثقافي واستمرارية الإرث الأدبي الذي خلفه العديد من الأدباء والكتاب الراحلين، وتشجيع الحفاظ على هذا الفعل الثقافي وسط الشباب بمدينة تعز. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الأعزاء إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الحالمة، حاولنا من خلالها أن نقدم لكم صورة حية لأبرز أحداث الأسبوع الماضي. نشكركم على المتابعة ونلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة. دمتم في رعاية الله.